السلام عليكم، أهلا بكم أعزائي المشاهدين إلى هذا اللقاء الخاص مع الدكتور ياسين أقطاي، نائب رئيس حزب العدالة والتنمية سابقا ومستشار أيضا الحزب سابقا، وهو أكاديمي تركي معروف وبارز. نناقش معه العديد من الملفات المتعلقة بالشأن التركي والعراقي والعربي. مرحبا بك معنا دكتور. مرحبا، أهلا وسهلا. شكرا، بارك الله فيك دكتور. جدير بنا التوقف عند تجربة حزب العدالة والتنمية، طالما أنكم كنتم مستشارين في الحزب ونائب لرئيس الحزب سابقا، وهذه التجربة في الحقيقة في تمدين تركيا وفي هزيمة الانقلابات السابقة وفي تكريس الديمقراطية على مدار عقود، تجربة جديرة بالملاحظة وخاصة في عالمنا العربي والشرق الأوسط حيث تكثر الانقلابات والثورات المضادة. كيف يمكن نقل هذه التجربة إلى الأحزاب العربية في دول الشرق الأوسط؟ طبعا النقل، عندما نتحدث عن نقل تجربة هذا لابد أن نقف شوية، يعني لأن التجارب صعب أن تنقله، يعني تستنسخه 100%، يعني هذا مستحيل، لأن النظام لابد أن يسمح للأحزاب، يعني في أي بلدة مثلا من الدول العرب يعني يسمح للأحزاب حرة. في تركيا ولو في أثناء الانقلابات وحتى في أثناء يعني العلمانية المتشددة في السابق، يعني بعد الخمسينات في تركيا حتى بعد 1946 كان في أحزاب أحرار، رغم أن كان ساحاتهم كانت ساحاتهم المسموحة من النظام محدودة. كان محدودة، ولكن في هاك الحدود كان لهم حرية للخطاب ولبعض الفعاليات ولبعض الاقتراحات لتغيير النظام ولتغيير كثير من الأشياء ولتقديم أي مقترح للمجتمع، يعني للتطوير والتنمية، حتى في سياسات الأيديولوجية أو في سياسات الاستقامة في النظام. ولكن في الأنظمة الدول العربية للأسف يعني ما في هذه الحرية قليل، ربما في العراق شوي الآن بعد ما جاء الأحزاب والديمقراطية، ولكن هناك في بعض المشاكل الأخرى التي لا تسمح نقل التجربة التركية كافة، أو في بعض الدول فيها نوع من الديمقراطية، مثلا في الكويت ما شاء الله، يعني على كل حال في هناك يعني النظام الأمير يستمع للشعب، وفي بعض المؤسسات المجلس الأمة هناك يعطي فرصة لاقتراحات بعض السياسات للدولة الكويت التي تجعل الكويت أقوى من هذه الناحية، التي تكون النظام والشعب يكون متوحد أكثر، لأن الديمقراطية تعطي لا شك منها تعطي فرصة للدولة لتجتمع مع الدولة والشعب، والشعب والدولة عندما الشعب يساهم في الحكم هذه تعطي لكل دولة قوة أكبر مما لا يساهم فيها الشعب. ولكن في دول أخرى، يمكن في مثلا في دولة المغرب أو الجزائر، في إلى حد ما في هذه الفرصة، وهذه الفرصة تجعلهم أقوى، رغم أن بعض المشاكل الاقتصادية بسبب يعني ضعف الأشياء، ولكن تجعلهم أقوى وتجعلهم بأحسن مستوى من ناحية التجمع، الوحدة بين الشعب وبين الحكومات. وفي تجربة تركيا التي حزب العدالة والتنمية بعد 1946 جاء تنوع وتعدد الأحزاب، في تعدد الأحزاب أعطى فرصة للشعب لأن يتنافس ويختار من يخدمه أكثر. وفي هذه الناحية، ولكن على كل حال كان في بعض الحدود، عندما كان بعض الأحزاب تجاوز الحدود أحزاب الحاكم، يعني ما كان في مشكلة في الأحزاب المعارضة، ولكن أحزاب الحاكم لو كانوا يتجاوزوا الحدود كان ينقلب عليه العسكر الذي كان يحسب نفسه الحامي للنظام، وكان ينقلب عليهم، ولكن هذا كانت تعطي شيء دائما الحماية الجيش أو مراقبة الجيش على كل شيء بدأ تعطي انطباع في الشارع التركي بأن من يحكم الحاكم الحقيقي هو الجيش ليس الشيء. ومن هو الجيش؟ يعني الجيش تمام نحترمه لأنه نحن أعطيناه السلاح، يعني نحن أعطينا له السلاح لأن يحمي، لأن يعني يحافظنا
يدافع عنا لو ياك اي هجوم من الخارج. نعم. ليس الهجوم من الداخل. في الداخل ما في هجوم يعني. الداخل الشعب التركي ليس عدو لشعب التركي. يعني الشعب العدو ياتي من الخارج ليس من الداخل. ولكن راينا الجيش كان تنظم كان الشعب العدو هو الشعب والخصم. هو الشعب والخصم. نعم. هو الشعب بالذات يعني. وهذا كانت تجعل مشاكل كبير يعني. وفي نهاية المطاف الجيش لا يفهم من كل شيء، لا يفهم من الاقتصاد، لا يفهم من استقامة العالم إلى أين يمشي، إلى أين يتطور، ما هي استقامة التطور الحداثة والاقتصاد والإعلام وكل شيء. كل شيء كان يحتاج إلى تخصص. وما عنده الجيش ما عنده هذا التخصص. صحيح. يفهم في شيء ضيق من ناحية الأمن فقط يعني. في هذه النقطة ثمة تشابه دكتور إلى حد ما يعني. الـ كما هو معروف طبعا تركيا لم تصل إلى هذه الحالة من الديمقراطية ومن الحرية بسهولة. نعم. نحن نعرف النضال الذي حصل بين الأحزاب والقوى الفاعلة في الشعب التركي وبين الجيش وغيره من المؤسسات حتى وصلت إلى هذه المرحلة. هل هذا يمكن أيضا أن يحصل أو على الأحزاب العربية أن تفهم هذا، أن الأمور لن تكون سهلة في نضالها ضد الجيش والقوى التي تريد أن تحكم؟ صحيح يعني. طب أكيد يعني عندما الجيش يحكم برؤية ضيقة، رؤية جدا محدودة، هي محدودة من الأمن فقط يعني. نعم. حتى ليس من الأمن، عندما أنت حريص على الأمن وتظن أنك حاكم، وهذا تفسد الجيش. والجيش يظن أنه حاكم على كل شيء. نعم. يعني هو يدير الاقتصاد، يدير كل شيء، ويحدد ويمنع مساهمة الشعب. يعني هذا الآن في هذا عالمنا هذا ليس من الجائز، لا يجوز أن الحاكم يمنع مساهمة الشعوب في إدارتهم. نعم. إلا أن يساهمهم كلهم، يساهموا في هذا الإدارة، وهذه الطريقة هي الطريقة الديمقراطية فقط يعني، ليس شيء آخر. وهذا شيء معلوم يعني، لا يحتاج إلى كشف جديد يعني. صحيح. الكشف كشف، الأمريكا كشفت مرة واحدة، لا لا لا، ما علينا أن نكشف كل يوم. الديمقراطية، طريقة الديمقراطية، المساهمة الشعب في الإدارة هي. نعم. من المعروف ومن المسلم يعني. وعندما في تركيا جاءت حزب العداء والتنمية بعد عدة مداخلات من الجيش في النظام، وكان أصبح بعض الأفكار ناضج تنضج الفكر بأن الجيش لابد أن يكون بعيد عن الحكم. الجيش هو الموظف، ليس الموظف. نعم. ليس الحاكم. نعم. الجيش لابد ان لا يكون حاكم. نحن الذين نعطيهم، نحن نوظفه لان يحمينا وليحمي البلده، ولكن ليس لا يحكم علينا يعني. نعم. وفي دول الديمقراطيه الجيش لابد ان يكون تابع للسياسه. ما هو السياسه؟ السياسه هو الشعب يعني، اراده الشعب. الشعب يوظف الجيش في مكان ما، وعندما لا يفعل بهذا الطريق يضعف، بل في عمله الحقيقي. نعم. العمل الأصلي لا يستطيع أن يحارب. أنت ترى الجيوش الذين يتدخلوا في السياسة في بلادنا، إما في بلاد العرب أو ما في تركيا. في السابق في تركيا الجيش الذي كان يتدخل في شؤون السياسة كلها كان ينسى وظيفته الأصلية، وكان ويفشل في أداء ويفشل فيها. صحيح. كان يفشل في مكافحته ضد الإرهاب مثلا. كان يفشل في كانت تركيا غير قادرة أن تعمل أي عملية خارج تركيا مثلا. الآن ما شاء الله الحمد لله بعد ما انتهينا من كل الانقلابات، والجيش جيش عرف وقد علم مشربه. نعم. وعلم مكانه وعلم حدوده. أصبح أكثر الآن أصبح قويا جدا. نعم. العمليات التي الآن الجيش في تركيا يعني يقيم بها في شرق تركيا لمكافحة الإرهاب شيء غير مسبوق يعني. ما شاء الله عليه. سنأتي إلى هذه النقطة. أصبح نموذج. نعم. الجيش التركي أصبح نموذج. في سوريا أصبح نموذج يعني، عمل عملية الحمد لله ناجح، وحارب كثير من الجيوش يعني. حارب الجيش السوري، وحارب الجيش حتى الروسي والإيران، الحشود ميليشيات السورية. والآن الحمد لله سيطر على منطقة ما في داخل في حدود تركيا، وفي أذربيجان، وفي ليبيا، وفي الصومال، وفي قطر. الآن هذا هو جيش تركي الآن. نعم. وجيش تركي عاد إلى تاريخه بعدما
تخلص وتكرست الديمقراطيه في تخلص في من الـ من الـ تخلص من المداخلات الان اصبح جيش لو كان يبقى في هذا المكان والله كانت تركيا ضعيفه والجيش ضعيف وتركيا كانت دوله ضعيفه الان لو تسمعنا لو تريد ان تسمع ما هو سر نجاح تركيا من اهم اسرارها هو الابعاد الجيش من السلطه او من المداخلات واصبح الجيش اقوى الان جيش التركي اقوى من ما كان ليست القوه من التدخل وهذا لابد دكتور ان يكون حقيقيا يعني بمعنى انه بعض الدول تقول انه الجيش ليس في الصوره والجيش ليس هو الذي يحكم لكن في الحقيقه الجيش هو الذي يحكم والانتخابات التي تصنع في بعض الدول تكون انتخابات شكليه كما تعرفون على ذكر تركيا وقوتها وقوه جيشها مؤخرا كانت هناك يعني مستجدات كثيره في الاوضاع داخل تركيا والرئيس التركي ردا على الازمه التي حصلت في الاقتصاد او في الليره التركيه قال بشكل واضح نحن نعمل على بناء تركيا كبيره وقويه ونحن نسير الى تحقيق هذا الهدف بخطى ثابته وما صراخ الخصوم في الداخل والاعداء في الخارج الا لمعرفتهم اننا اقتربنا من تحقيق هذا الهدف. ما حقيقه ما يجري دكتور في تركيا مؤخرا؟ يعني مؤخرا ما يجري الان في تركيا هي في طريقه نمو وتنميه حقيقيه يعني. نعم. كما تعلم الان تركيا كانت جدا من يزور تركيا قبل 20 سنه والان من زارها قبل 20 سنه وجاء الان يزورها يرى الفرق بين تركيا قبل 20 سنه والان. حتى قبل 10 سنوات والآن كل يوم تركيا في تقدم بارز واضح يعني أريد أن أعطيك الأرقام الحقيقية الآن الأرقام الملموسة الآن النمو الاقتصادي في تركيا كان في الربع الأول كان أظن حوالي 9 وفي الربع الثاني كيف تحقق كم تعرف في الربع الثاني 21.6 يعني هذا شيء عظيم يعني لا يتحقق في أي مكان أخرى تركيا يبدو أنها ستكون الرقم واحد في بالنسبة للتنمية ولكن هذه التنمية طبعا تركيا للأسف يعني تركيا من المعلوم لا يوجد عندها نفط ولا يوجد عندها غاز ولا يوجد عندها بعض الموارد الطبيعية إلا تستند إلى الطاقة البشرية والطاقة البشرية تعني التعليم والتربية والجامعات والصناعة وفي الصناعة تحتاج كفاءة والكفاءة تأتي من التعليم الجامعات اليوم هل تتخيل كم جامعة الآن في تركيا 207 جامعات في تركيا كلهم منتشرين في كل مدينة جامعة وكل الجامعات شغالة ما شاء الله كل شباب التركيا الآن شغالين و يعني هم يتربوا ليأخذوا دور في تنمية تركيا ولكن هذا مع ذلك طبعا كل الإنتاج الذي في الصناعة يعني ينتج في الصناعة جزء منه يحتاج إلى الطاقة يحتاج إلى النفط ويحتاج إلى الغاز ويحتاج إلى شيء الآن تركيا هي في 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 حجز الميزانية عجز الموازنة التصدير والاستيراد يعني في فرق وهذا أيضا ينزل ولكن الحجم يكبر الحجم التجارة يكبر وهذا يعمل ضغط على ينزل على الدولار ومع ذلك طبعا عندما في الفائدة للأسف في تركيا هي مرتفعة ونحن طيب أردوغان يريد أن ينزل يضغط على الفائدة عشان لا تجعل أكثر تضخم وهذا للأسف في تركيا منذ البداية دائما في لوبيات يريد لوبيات خارجية وداخلية يعني يريد أن يضغط يعني يربحوا لا بطريقة الإنتاج ولكن بطريقة الفائدة والفائدة لا فائدة منها لا فائدة منها للشعب ولا فائدة لها من التنمية التركية إلا فائدة لبعض العناصر الذي يربحوا من الفائدة يعني وتركيا تريد أن تمنع هذا الطريق يعني تريد أن لو في فائدة لو تربح من الفائدة لا ترغب إلى الاستثمار أو الاستثمار حقيقي أو الاستثمار للإنتاج والصناعة يعني إلا تبغى وتختار أن تضع في البنك وتربح منها بدون عمل بدون شيء وهذا لا يجوز لا في ديننا ولا في أخلاقنا هذا ضد الأخلاق وضد الدين يعني طيب أردوغان منذ البداية هو في الحرب على الفائدة والفائدة عندما يحاربها نرى
هجمات ورد فعل من هذه اللوبية الفائدة التي تضغط على الدولار، يعني تتجه إلى الدولار عشان ترفع سعر الدولار. نعم. يرفع يعني يندم أردوغان، يعني هذا كل الشيء عشان يجعل يتراجع ويندم على هذه الخطوة. يندم على هذه الخطوة ولكن طيب أردوغان طبعا هو مصر وجدا ما شاء الله عليه، وأهم من خصائصه العزيمة هو عزيمته وإصراره واستقراره في هذه السياسة. دعني أنتقل إلى نقطة أخيرة في هذا المحور التركي. هناك انتخابات قادمة لا شك، يعني في 2023، ما استعدادات حزب العدالة والتنمية لها، وهل ثمت توقعات بتغير في الخارطة السياسية في البلد؟ يعني دائما الانتخابات في تركيا مهم طبعا، يعني لأنه يغير كل شيء، في احتمال يغير كل شيء، يعني لأن الانتخابات في تركيا انتخابات حقيقية، ليس انتخابات مزورة، وتلزم أردوغان، تلزم كل الأحزاب، تلزم كل الناس يعني، ولهذا النتائج الانتخابات أقصد يعني تلزم طبعا، ويعني ليس مثلا نحن ناس لا مرتاحين، مثلا لا أحد مرتاح في الانتخابات، يعني مثلا أردوغان ليس مرتاح، ولهذا لا يضع أقدامه في ماء بارد يعني، وفي كل الانتخابات ترى أكثر من يسعى لإقناع الشعب بأنه هو أحسن الإدارة هو أردوغان، يعني هو يجاول في كل تركيا، في كل مدن تركيا، يجمع اجتماعات ميدانية ويعني يظهر في الإعلام ويظهر أمام الناس ويحاول أن يقنعهم. يعني في من يقول طيب أردوغان هو مستبد، المستبد لا يفعل هذا الشيء، لا يحتاج هذا الشيء، المستبد في أن يقترب من الناس ويقنعهم، صح؟ لا يحتاج أن يقترب من الناس ويقنعهم، ولهذا قوة أردوغان تأتي من تأييد الشعب الحقيقي، ليس بطريقة مزورة، وليس بطريقة يعني مثلا يعني هو يستريح في بيته ويأمر الموظفين أنتم هاتوا بنتائج الانتخابات 99%. وهذا سهل طبعاً، هذا شيء غير وارد في تركيا، ولهذا الانتخابات في المستقبل في 2023 هو انتخابات مهم جدا، لأن ظلال أردوغان في الحكم وصل إلى 21 سنة. يعني 21 سنة في الحكم هذا شيء استثنائي جدا، غير مسبوق وهو قال ذلك في العالم، يعني ليس في دولة ديمقراطية، ليس في طبعا في مصر كان 30 سنة، كان حسني مبارك ظل 30 سنة، وقذافي ظل 40 سنة، وعلي عبد الله صالح ظل 32 سنة، وبشار الأسد مع أبوه منذ 50 سنة في الحكم، لا أحد يغيرهم، يعني لا أحد يستطيع أن يغيرهم بطريقة الانتخابات، يعني حتى عمل الانتخابات الأخيرة المسرحية بشار الأسد وحصل على 99% من الأصوات، يعني هذا شيء مسرحية طبعا، ولكن في تركيا طبعا الانتخابات انتخابات حقيقي، ويأتي به الحكم الذي يغير، يعني ولهذا الشعب أكثر مساهم في الحكم، أكثر مساهم وأكثر ينتقد وأكثر. هل تتوقع أن تتفق أحزاب المعارضة على شخصية ما دكتور وتكون منافسة؟ ما زال غير متفقين، غير متفقين على أي شخصية، ولكن يبحثوا عن هذه التغيير، ولهذا نحن في انتظار أن يظهر شخصية معهم هم، يعني يتفقوا على شخصية، يعني ليس من السهل طبعا. طيب في الجبهة أردوغان الشيء واضح، أردوغان هو المرشح الوحيد، وهو سيترشح إن شاء الله، ولكن العكس في احتمال كل الأحزاب يعني يرشحوا واحد شخص واحد أو من قيادة الحزب يترشحوا، ويبقى الحزب وفي الجولة الثانية لو لا يتفقوا عليها يترشح واحد، يعني يترشح واحد، ولكن في احتمال يتفقوا على شخصية واحدة في الجولة الأولى وينافس طيب أردوغان يعني، ولكن من سيكون هذا؟ صعب أن يتفقوا على شخصية تأخذ رغبة من كل الأطراف يعني، يعني صعب أن تلتقي المصالح كلها على شخصية واحدة في المرة الأولى. تمام دكتور، يعني كل الأمنيات بالتوفيق إن شاء الله لكافة الأحزاب في خدمة تركيا. ننتقل إلى الموضوع العراقي، موضوع العراقي والعلاقات التركية العراقية، أيضا علاقات يعني شائكة، وهذا الجوار المهم فيه مشكلات كما فيه مصالح كما هو معروف، لكن ما أهم أولويات أنقرة في العراق؟
أهمية طبعا نحن نريد أي كل الدول جوارنا يعني يكونوا في صلح وفي استقرار وفي سلام وفي وحدة. نحن نريد مثلا وحدة سوريا، وحدة العراق، حتى وحدة أرمنية، يعني لا أميز بين الأطراف الأخرى. طبعا مع ذلك طبعا نحن مهتمين أكثر بدول الإسلام أن يكونوا أكثر متوحدين، يعني لا نريد أن تقسيم أي دولة إسلامية، لا نريد دولة تقسيم دولة المملكة السعودية، لا نريد تقسيم دولة ليبيا ولا مصر ولا أي دولة، يعني نكون ونريد كل الدول الإسلام يكونوا أقوياء، يعني هذا بكل إخلاصنا، بكل إخلاصنا. وأنا شخصيا أنا كمثقف مثقف اهتمامه كله اهتمامه هو وحدة الأمة، وحدة العالم الإسلام كله يكون قوي ويكون يعني ما هو الطرق قوي وتوحد الأمة. وتوحد الأمة ويصدر منها يخرج يعني يعني يصدر منها شخصيات كبرى من الفلاسفة، من العلماء، من الأساتذة، ومن الشخصيات الكبرى يعني أيضا، وأيضا ينتج منها شيء تنفع الناس. نعم. تنفع الناس كلهم كافة يعني. وهذا هو دورنا يعني كمثقفين مسلمين. نعم. إسلامي في تركيا، ونريد في العراق أيضا، يعني العراق لها تاريخ كبير، يعني بغداد من عهد العباسيين يعني كانت مركز لخلافة الإسلام في 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 في, في قرون طويلة، وكانت مصدر أيضا لحضارة الإسلام. ما زال الناس المؤرخين ما يتحدثوا هي البغداد، وهي البصرة، وهي الموصل، وهي هذه البلدة، وما قبل الإسلام أيضا بابلونيا، يعني هذه ثقافة. هي يعني العراق هي فخر للأمة كلها، ونريد أن تبقى على هذه الحالة وتعود إلى تاريخها. يعني ما نريد نحن في بعض الدول مثلا يريد جيرانهم يكونوا ضعيفين، والله هذا ما لا نريده. نريد جيراننا كل جيراننا يكونوا أقوياء أقوياء أقوياء، لأن قوتهم تعطينا القوة. هذا بكل إخلاصنا. قوة سوريا تعطي قوة لتركيا مثلا، قوة سوريا تعطي ضعف لإسرائيل أكيد، أو قوة العراق تعطي ضعف لإيران، لا أدري هي هذا الاحتمال. أو قوة للأسف الآن ما نرى في مثلا قوة اليمن تعطي ضعف هذا كهكذا يشعروا ويريدوا أن يضعفوا اليمن. يعني نحن نريد العراق قوية وموحدة، يعني وحدة الوطن ووحدة أراضي العراق ما هو يهمنا طبعا، هذا باهتمامنا. ولا الوحدة كيف نؤسس الوحدة من ناحية، طبعا الأمن هو شيء مهم، ولكن أهم شيء هو الإدارة العادلة، أن تعادل بين الناس بين الأطراف. الجثة هي من طبيعة كل المجتمع أن تكون متنوعة، يعني في يكون فيها طوائف وآراء كثيرة، نعم. يعني طوائف ويكون فيها عناصر. نعم. يكون فيها أقوام ويكون فيها عشائر، يعني هذا من طبيعة كل الحال. نعم. ولكن لابد أن تحكم بينهم بالعدل، والحكومة تكون محايدة لكل الأطراف. نعم. محايدة الآن العراق فيها الشيعة، فيها السنة، فيها الأكراد، فيها التركمان، فيها العرب. هذه لكن ما رأيناه دكتور بعد 2003، بعد الاحتلال الأمريكي للعراق، وحتى اليوم من الحكومات المتعاقبة التي جاء بها الاحتلال، أصبح وضع العراق يرثى له، وفي حالة متردية اقتصاديا وسياسيا ومن كل الأحوال، حتى يعني يستغرب كيف لهذه الدولة التي تمتلك كل شيء، ثاني أعلى احتياطي نفط في العالم، هي فقيرة بهذا الشكل ولا يوجد لديها بنية تحتية. يعني هناك عملية نهب وسرقة مستمرة لخيرات العراق مع الأسف الشديد. للأسف. وهذا طبعا يعني يضع تركيا كدولة جارة أمام بعض المسؤوليات تجاه المشاريع الاقتصادية ربما، وسنتحدث في هذه النقاط، لكن كان للدور الحكومات المتعاقبة والتي كانت في معظمها موالية لإيران دور سلبي في هذا الموضوع. للأسف يعني نحن كتركيا كل دورنا ما نريد أن نلعب في لو يطلب من تركيا لا تلعب إلا دور إيجابي لوحدة الأمة في العراق، وحدة الوطن، ولكن لوحدة الوطن لابد أن يكون العدل بين في الحكومة كافة المكونات، لكل المكونات، لكافة المكونات، من بينهم الأكراد، من بينهم التركمان، ومن بينهم الشيعة، ومن بينهم السنة، ومن بينهم العرب
وكل وكل يعني لو تميز أي طرف من الآخر هذا يكون مشكلة في داخل الأمة وتمنع وحدة وسعادة الوطن ولا تحقق أي شيء. للأسف الآن النظام الذي في العراق هو غير مدروس. يعني لو كنا ندرس هذا في العراق وفي لبنان نفس الشيء نفس المشكلة. لو يكون نظام مساوي مفتوح للكل يعني الكل أحسن من أن يكون بالكوتا يعني الكوتا للسنة هكذا نعم. لا افتحوا كل المرشحين للكل من يريد أن يرشح أي من هذا يكفي. مثل تركيا مثلا في تركيا أهم شيء تشوف الديمقراطية الناجحة هي أن تكون منفتحة على الكل. رغم أنا سنة أريد أن 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 أختار شخص شيعي مثلا لابد أن يكون لي هذا الحرية. لماذا تمنعوني وتحددوني أن أختار السنة الفاسد؟ نعم هو السنة فاسد ولكن أنت تقدموني وأنا لا أستطيع أن أختار أي شخص أحد. لا أنتم أعطوني القائمات مفتوحة. الأحزاب لابد أن يكونوا مساحة من حرية الاختيار. نعم صحيح. ولابد أن يؤسس في 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 العراق وفي لبنان هذا نموذج يشبه بعضها بعض. يعني يؤسس أحزاب مفتوحة أحزاب ديمقراطية أحزاب مثلا أحزاب ليبرالية أحزاب إسلامية. يعني تقول نحن الحزب تفضلوا نحن نقدم هذا البرنامج لتطوير هذه البلدة كنموذج للمعايش مع بعضنا بعض كذا وكذا والناس يختاروا هؤلاء الناس ويكون منافسة حقيقية ومنافسة لا تنتمي على بعض العناصر الكوتا نعم نعم والمحاصصة يمكن تكون هكذا يعني هذا اقتراح جميل في الحقيقة لأنه هذه الدول تعاني كثيرا يعني ولا لأن هذا تزيد الفساد يعني الكوتا النظام الكوتا يزيد الفساد كل يعني هو من أسباب الفساد يعني نعم صحيح تغطي على بعضها البعض. يوجد في العراق كما تعرفون عمليات عسكرية تركية دائما في شمال العراق مستمرة بطبيعة الحال. في كل فترة يكون هناك عملية جديدة ضد البي كي كي وأنا أريد أن أسأل عن موقفكم من موقف حكومة الكاظم. يعني كيف تقيمون موقف حكومة الكاظم من هذه المسألة؟ والله خطاب الكاظم يعني حسب ما سمعناه جيد يعني وإيجابي وهو يقدر عمليات تركيا في شمال العراق الكردستان وهناك لا شك فيها منظمات إرهابية هم هناك يتنظموا وفعالياتهم هنا. نحن كنا ننتظر طبعا من العراق لو العراق هي قادرة على مكافحتهم وتحاربهم لا تحتاج تركيا لأنهم أيضا أعداء العراق أيضا يعني لأن مثل هذا التنظيمات في الجبال العراق وفي يتخذوا مخيمات وبعض المقرات في داخل أراضي العراق هذا هو تهديد لأمن العراق أيضا يعني نعم. لو العراق كانت قادرة وكانت تكفي للمكافحة هؤلاء الإرهاب ما كان تحتاج تركيا تدخل وتكافح ولكن من ناحية أخرى طبعا هؤلاء التهديد لتركيا من داخل العراق إلى تركيا وتركيا يعني يصدر لها الحق بأن تدخل وتحاربهم لحماية حدودها والحمد لله حتى نهاية الآن تركيا بدأت تحاربهم وبعد تطورات الجدد في نظام التكنولوجيات صناعة الدفاع التركية واستخدام بعض الطائرات بدون طيار وتأثير الجيش والجيش تخلص من الانقلابيين الجيش التركي تخلص من الخونة الذي كان منخرط للأسف من بعض العناصر. الآن الجيش التركي أصبح جدا قوي وقادر على كل الفعاليات وكل العمليات في داخل إما عراق أو سوريا وحتى أحيانا في داخل يعني أي مكان يعني يحتاج يعني نعم. وتركيا الآن بدأت وسيطرت على مناطق تركيا في داخل تركيا الآن لم يبقى إلا قليل الآن كلهم في بعض الغابات والكهف كهف الذي لا يستطيع أن يعقدوا أي فعالية الآن في داخل تركيا نعم. يعني وصل إلى درجة الصفر الحمد لله الإرهاب في تركيا نعم. فعاليات الإرهابية في تركيا ولكن ما زال في العراق موجود وتركيا تريد أن تنهيها كافة ولكن ما نسمعه من الكاظمي رئيس الوزراء العراقي أشكره على هذا الكلام يعني هو تركيا توافقه وهي هو تقدر هذا الموقف ولكن في بعض الأشياء
ما نرى الشعب حاجة نعم الشعب نعم. وأنا كنت سأسأل عن هو هذا يعني هو متواصل وهو نعم متعاون مع له علاقات مع نعم. الباكاكا يعني هذا وفي نفس الوقت بالمناسبة يعني هذا صار أمر معلوم للعراقيين، وفي نفس الوقت الكاظم يقول بصفته القائد العام للقوات المسلحة يقول إنه هم تحت غطائي أو تحت عباءتي قوات الحشد، وبالتالي كيف يمكن فهم هذه المعادلة؟ يعني هذه المعادلة طبعا تحتاج إلى بعض الإيضاحات يعني، ونحن ننتظر هذا الإيضاح، ونحن ننتظر موقف أجود وموقف أفضل من هذا من رئيس الوزراء العراقي، ويعني يمنع الحشد الحشود من التعاون ومن التواصل ومن بعض الفعاليات مع الباكاكا. وربما هذا يطرح سؤال دكتور عن نظرتكم أو علاقتكم بهذه الميليشيات التي تدعم يعني الباكاكا وغيرها. نعم طبعا يعني الميليشيات للأسف يعني لا فائدة لهم، لا فائدة منهم لحكومة العراق أو لدولة العراق للشعب العراق، هم لا يجعلون مشكلة بين أمام الشعوب، لأنهم هم أعداء أيضا يعني يعملوا نوع من العنصرية، والعنصرية هي التي تمنع التوحد في داخل. نحن نريد الشعب البصرة أو شعب أو ناس شعب أهل الموصل يكون مساوي مع 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 أهل البصرة وأهل النجف وأهل الشيء، يكون يعني يتعامل معهم بمساواة، وكلهم يحتضنوا وطنهم ويعتبروا دولة العراق كدولتهم، يعني لا يعتبروها شيء غريبة وعجيبة لهم كأنها دولة احتلال. يعني كأنك تشير دكتور إلى يعني كما تفضلت تمييز العنصرية، أنه في بعض المناطق تحصل عمليات تهجير وطرد للناس، وحتى في البنى التحتية لا يوجد اهتمام، ومدن أخرى تحظى بكثير من الاهتمام والرعاية وكذا، هذا ما تقوم به الحكومة مع الأسف. للأسف يعني هذا شيء طبعا نحن يعني نتابع طبعا كل شيء، ولكن يعني لا نريد أن نتدخل طبعا في شؤون العراق بطريقة مباشرة، ولكن نريد أن ننصح إخواننا يعني في نهاية المطاف العراق دولة العراق هي دولة شقيقة تركيا، يعني ما في مشكلة بيننا، لا نريد أن تشكل مشكلة بيننا، ولكن لو تشكل مشكلة لدولة العراق تشكل مشكلة لتركيا، لأن في نهاية المطاف عدم الاستقرار يؤثر على أمن تركيا يعني لا شك منها. يعني الآن نحن بعيدين عن النظرة الذي كانت يقول هذا وشؤون داخل، تمام شؤون داخل ولكن يؤثر علي. صحيح. أنا يقول نحن تركيا في سوريا، لماذا في سوريا تركيا؟ لأن لو لا تركيا تدخل سوريا، سوريا تدخل تركيا يعني. صحيح. ودخلت 5 ملايين من اللاجئين السوريين الآن في تركيا، هم دخلوا، ولا أحد يقول لماذا سوريا دخلت لتركيا. نعم. نعم. ولكن عندما تركيا تدخل لتمنع الخمس ملايين التالي من دخولهم إلى تركيا، يقولوا ما شأن تركيا في سوريا يعني. كيف أوضحكم يعني هذا لو يكون عندكم أي نوع من الضمير والوجدان ومن العقل ما كنتم تسألوا هذا الكلام. وأكثر من هذا ما نستغرب الرد الفعل الذي يأتي باسم العرب، باسم الدول العربية، الجامعة الدول العربية تجتمع وتقول ما تركيا لابد أن تنسحب من سوريا ومن العراق ومن ليبيا لأنهم البلاد عربي. متى تذكرتم أن هؤلاء بلاد عربي عندما هاجر منهم ملايين إلى تركيا؟ تركيا ما كانت دولة غير عربية، ولكن الآن عندما تركيا تتدخل للدفاع عن أمنها وعن حدودها، وأنتم تقولوا هؤلاء دول عربي، لماذا لا تتذكروا الخمس ملايين من سوريا هاجروا إلى تركيا، 5 ملايين تاني إلى الأردن إلى أو إلى أوروبا، هاجروا إلى أوروبا. أوروبا ليست دولة عربية ولكن هاجروا هناك. أنتم تحملوا كل الكلفة العرب على الآخرين، لا تتذكروا العروبية. نعم. ولكن عندما دكتور يعني يوجد في سوريا أمريكان ويوجد روس ويوجد إيران ويوجد كثير من الجماعات غير عربة. طبعا لماذا نتكلم عن تركيا دكتور؟ كما هو معروف أن تركيا تخطط لزيادة عدد المعابر بينها وبين العراق، ونحن نعرف أهمية هذه المعابر سواء للأفراد أو للتجارة والصناعة وغيره، هل ثم التصور لدى تركيا تصور اقتصادي أعني تجاه العراق؟ طبعا الآن العراق إن شاء الله يعني نحن نتمنى لا تبقى في هذه الحالة، وحتى الحالة الآن أحسن من أمس إن شاء الله، وغدا إن شاء الله ستكون أحسن من اليوم، وإن شاء الله
ما نتوقع في العراق، في العراق ان شاء الله سيكون الاستقرار، سيعود الاستقرار بكافة الاستقرار ووحدة الأراضي العراق، وطبعا سيكون علاقات أقوى من السابق ومن اليوم بين تركيا والعراق، لأن تركيا لها كثير من ما تقدم للعراق، والعراق لها أيضا كثير ما تستطيع أن تقدم لتركيا، ويكون بينها تجارة موازية متبادلة يعني يعني، وهذه التجارة إن شاء الله ستحسن الأمور في كل في كلا البلدين. وهل زيادة التجارات ستحتاج إن شاء الله لتعدد المعابر أيضا بين تركيا والعراق، لأن المعابر الحالية لا يكفي، يبدو أن لا تكفي. ويمكن والله لو يكون يعود الاستقرار في بلادنا، بلادنا غنية جدا، والله سنكون أغنى وأغنى من أوروبا. لو يعني تخيل لو كان يكون يعود الاستقرار في سوريا وفي العراق، وفي بين أن يكون بيننا جسر، يكون معبر من تركيا حتى إلى الكويت. نعم. تخيل هذا العالم الجديد، يعني كيف عالم جديد هو 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 مضمون في داخل هذه الخيال، في هذه الرؤية. يعني هذا ما تفعله الصين الآن في الشرق الأوسط، إعادة طريق الحرير القديم. نعم. وهناك شبكة كبيرة ستكون من الطرق، يعني الأولى أن تكون بيننا في الدول الإسلامية. لماذا أشوف تركيا بعد ما خلصت الأراضي كاراباخ أذربيجان من الاحتلال الأرمن، الآن مدينا إيدنا للأرمن أيضا، قلنا تمام انتهى الأمر، انتهى العدوان، تعالوا يعني نجعل ونشكل شيء جديد، يعني خطوة جديدة، المعبر بين تركيا وأذربيجان يكون بيننا من الأراضي الأرمنية، وأنتم تكونوا جزء من هذا المعبر، وتكونوا جزء من هذا التوحد، اتحاد يكون مثل الاتحاد الأوروبي، يكون اتحاد تجاري بين تركيا أرمنيا أذربيجان وإيران، حتى يكون كلنا هكذا. نفس الشيء نعمله بيننا وبين العراق وبين الكويت وبين الأردن وبين حتى إن شاء الله يعود الاستقرار في سوريا، سوريا تكون واحدة يعني بدون تقسيم الأراضي، كما كان في قبل الثورة في سوريا في حتى 2011. نعم. كان ألغينا التأشيرات وألغينا كل شيء، وأصبحنا أربع دول بين تركيا وأردن وسوريا ولبنان، ألغينا كل التأشيرات، يعني كل الناس سيستفيدوا من هذا. كانوا بدأنا نعقد بعض اللجنات الاقتصادية ولجنات الوزراء، وبدأوا يعقدوا اجتماعات مشترك حتى يطوروا بلدان. كان العمل قد بدأ يعني، ولكن توقف بفعل، وإن شاء الله تأخر شوي، ولكن سيعود في نهاية المطاف. هذا هو الرؤية للشرق الأوسط، أن تكون متوحدا، ونفرض بعض المعايير على معايير للتعايش. وهذا جزء من محددات السياسة الخارجية التركية تجاه جيرانها ومحيطها العربي والإسلامي وتجاه العالم. سنأتي إلى هذه النقطة لضيق الوقت دكتور. النقطة الأخيرة في موضوع العراقي، مسألة المياه، كيف تنظر تركيا لمطالبات حكومة الكاظم المتكررة بزيادة الحصة المائية في نهري دجلة والفرات، خاصة أنه الآن العراق بمر في أزمة كبيرة، وتركيا افتتحت أكثر من سد، وإيران أصلا أغلقت مع الأسف، يعني إيران أغلقت، وبالتالي هناك شح واضح بالمياه في العراق الآن. والله يعني تركيا طبعا لا تريد أن تستخدم الورق المية أبدا إلى أبدا، هذا شيء ممنوع إسلاميا ودينيا. طبعا تركيا كان لها مصلحة في بعض السدود، ولكن في نهاية المطاف بعض السدود المياه سينطلق، لا نستطيع أن نمنع المي من من الذهاب يعني، إلا ولكن السدود الحمد لله انتهى وامتلأ السدود، الآن سيمشي المي. ونقدر طبعا حاجة، نحن نقدر إخواننا، والعراق لها حق في هذا المياه، العراق أكيد يعني ليس بأنه مصدر هو في تركيا، العراق لا ننكر حقها، ونحن في التفاهم بين في تفاهم بين تركيا والعراق أكيد يعني، هذا يعني نقدر الحاجة ونقدر المطالب من طرف العراق، وإن شاء الله هذه ليست مشكلة بيننا، لا لن تكون مشكلة بين تركيا والعراق هذه، خاصة أنها مشكلة قديمة حديثة يعني، وبين كل دول العالم التي لديها مصب ومنبع وكذا. دكتور، كثيرا ما يطرح سؤال
محددات السياسة الخارجية التركية على الطاولة. تركيا لديها نمط خاص من العمل في العلاقات الدولية والسياسة الخارجية في الحقيقة. قبل الثورات العربية كان لديها سياسة صفر مشاكل، ثم انخرطت إلى أعمق المشاكل إلى عمق المشاكل، ثم الآن تحاول أن كما تفضلت كان هناك حرب في يعني كرباخ، ولكنها الآن تعود مرة جديدة. للعلاقات التركية العربية أيضا كانت متدهورة إلى يعني درجة كبيرة جدا، وخاصة مع دول الخليج بسبب أزمات متلاحقة، لكن مؤخرا حصل شيء جديد هو زيارة ولي العهد في الإمارات محمد بن زايد واستقبال السيد أردوغان الرئيس أردوغان له. ما الذي يجري؟ هل ثم التغييرات؟ وقبل ذلك كان هناك حديث عن علاقات مصرية أو عودة العلاقات المصرية التركية. يعني طبعا تركيا ما زالت تعتقد بكلمة تصفير المشاكل، يعني هذا هي مبدئيا لابد أن نعتقد بها عشان نحل المشاكل. نعم. نحتاج تفاهم، نحتاج ما كان رد فعلنا لبعض السياسات ما في مصر أو في السياسات الإمارات. نحن ما قطعنا علاقتنا مع الإمارات، الإمارات التي كانت تقطع العلاقات وكانت تحارب مصالح تركيا في كل مكان يعني. ولكن يعني كل ما كانت تركيا، يعني تركيا مثلا في الربيع العربي، تركيا ما كانت السبب وما كانت المحرض وما كانت ما كانت من قررت وحركت الشوارع العرب. شوارع العرب تحركوا وكذا، ولكن كل الشوارع عندما تحركوا بعدما تحركوا رأينا بعض الدول وتركيا أخذت موقفها مع الشعوب يعني، وحاولت ودعت كل الدول الأخرى أن يأخذوا موقفهم مع هؤلاء الشعوب يعني الذي كانوا يطالبوا الحريات ويطالبوا الخبز ويطالبوا الكرامة. ألا يستحق شعب العرب، شعوب العرب، ألا يستحقوا الكرامة؟ ألا يستحقوا؟ يعني هذا شيء سؤال مطروح لكلنا يعني. ألا يستحق المسلم الكرامة؟ للأسف يعني بعض الناس في بعض الدول من ضمنهم طبعا الإمارات لا يخفى علينا، رغم الآن في علاقة جديدة، ولكن هذا لا تمنعني من أن أقول الحقيقة بأن للأسف الإمارات دعمت وعاقبت بعض الشعوب الذي طالبوا الكرامة، قالت لهم يعني أنتم لا تستحقوا الكرامة. والآن ما فرض على هؤلاء الناس الذي طالبوا الكرامة والخبز والحرية أخذت منهم من جديد، يعني الحرية والكرامة والخبز. الآن اقتصادهم فاشل، يعني الاقتصاد في مصر فاشل، الاقتصاد في ليبيا يعني هو شيء، رغم أن كل الثروات مثل العراق يعني كل تنتمي على كل الثروات، ولكن لا يوجد اقتصاد ناجح هناك وشغال إلا الفشل. هذا هو شيء محزن طبعا يعني. نعم. وتركيا طبعا أخذت موقفها مع الشعوب، وهذا فصلتنا ما بيننا وبين السعودية والإمارات الذين دعموا مباشرة الانقلابات يعني في هؤلاء البلدان يعني. ما الذي تغير؟ كيف تحسنت العلاقة مجددا؟ والله لم يتغير شيء إلا مر الوقت يعني. رأينا كل العدوان على تركيا، والتركيا يعني في بدون تواصل وبدون أي علاقة، ولكن يحاربوا بغير مباشر، طريقة غير مباشرة. قلنا تعالوا لماذا نحارب يعني، تعالوا نكون بحوار. وأعتقد هذا الدولة الإمارات أيضا هي لها نوع من العقلانية يعني، وهذه العقلانية يعني وجهتهم إلى طريق الاتصال والتواصل والتفاهم. نعم. أحسن من أن تكون منقطعين. لعل يكون بيننا بعض التجارات يوجهنا ويودينا إلى تفاهم أحسن من ما نحن فيه. هذا لخير الأمة، ونحن ندعو الكل للحوار من أجل عالمنا، من أجل العالم العربي وعالم التركي وعالم الإسلام كافة، وعالم الشرق الأوسط هذا المنطقة الإقليم. لأن الإقليم لابد أن يكون أكثر مستقر، لأن هذا عدم الاستقرار يضرنا كلنا يعني. يعني تعالوا نسمع من بعضنا بعض، من بدل أن نحارب بدون استماع بعضنا بعض، تعالوا نسمع من بعضنا بعض، وإن شاء الله هذا الاستماع من بعضنا بعض سيودينا
الى الخير ان شاء الله، يعني لا نطلب الا الخير. وربما هذا من 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 ثمرات المصالحة الخليجية التي حصلت، يعني كان متوقعا ان تتحسن علاقة تركيا بدول الخليج التي طبعا حاصرت قطر، السعودية والامارات وغيرها، اذا هي تصالحت، ويبدو ان المصالحة التي حصلت حسنت هذه العلاقة او خففت من التوتر. نعم، رغم ان موقف تركيا كان متوازنا في الأزمة الخليجية. يعني اكيد يعني تركيا كان متوازن، ونحن ارادوا ان يحتلوا قطر ونحن منعناهم من هذا، يعني حاولنا ان نمنعهم وحافظنا عن عن قطر بسبب اتفاقيتنا مع قطر. لو كنا متفقين مع يعني نحن متفقين مع قطر بسبب يعني كان لنا اتفاقيات للدفاع الدفاعية. نعم، ونحن ما عملنا كان مفروض علينا ان نفعل، يعني لولا لو ما كنا نفعل هذا كنا يعني غريبين، يعني ما كان احد يثق بنا، يعني نحن نعمل اتفاقية بيننا وبينكم، ما الفائدة ما قيمة الاتفاقيات والتحالفات؟ يعني صحيح، تركيا تلتزم بوعودها وباتفاقياتها. هذا كل الناس قد علموا كل الأطراف أن تركيا ملتزمة باتفاقياتها. الاتفاقيات ليس مزاح وليس شيء فاضي، يعني ليس كلام فاضي لنا. بالنسبة لنا الاتفاقية شيء مهم، الوعد هو شيء مهم، ما يجعل المرء لذلك موقف تركيا قوي وثابت فيما يتعلق بطائرات F-35 وموضوع S-400، وإنها مصرة أنه هذا من حقها. وهذا ينقلني إلى سؤال مهم دكتور. القوى العالمية الكبرى تريد دائما من الدول أن تكون في مساحة محددة، كما كانت تفعل الأنظمة حتى النظام التركي سابقا مع الأحزاب، أنه هذه مساحة صغيرة مخصصة. لكن يبدو أن تركيا انتقلت من بين قوسين التبعية السياسية اللي كانت موجودة في مراحل معينة إلى جزء كبير من الاستقلالية الواضحة سياسيا ودبلوماسيا، وبالتالي أصبحت هي تحدد ماذا تريد وتحدد طبيعة العلاقة مع الآخرين. وهذا بيدفعنا للسؤال عن علاقتها بالغرب وبأوروبا، وكذلك في الأزمة التي ليست أزمة، يعني الحمد لله يعني كانت بارقة سريعة هكذا فيما يتعلق بالدول العشر التي حاولت التدخل مؤخرا. نعم، يعني تركيا طبعا أكيد هي كما قلت على وعدها، تلتزم بوعودها وباتفاقياتها. نعم، وبكل شيء. وطبعا هذا لا يعني الدول سعيدين بهذا، كل الدول سعيدين بهذا الموقف، لأن كانوا يريدوا أن يروا تركيا محتاجة لهم. لو هي محتاجة لهم ما بأس، ما مشكلة. ولكن لا، ليسوا مخلصين. يعني عندما كانت تركيا محتاجة لهم كانوا يدفعوها دائما أمام الباب وما كانوا يحترموها. الآن بدأت تركيا تكتفي بنفسها، الكفاءة الذاتية. نعم، جاءت بطريقة ما. وتركيا الآن اقتصادها اقتصاد يعني قوي والنمو بأعلى درجة، وتركيا هي في طريقة في استقامة التنمية وفي استقامة التطوير أكثر، وأصبحت بكفاءة ذاتية الآن في تركيا. الآن الحمد لله الاقتصاد ليس ضعيف، رغم أن في بعض المشاكل وبعض الأزمات، الضغط على الليرة. نعم، وكذا وكذا، هذا طبعا يصعب المعيشة للفقراء شوية يعني، ولكن يعني الحمد لله في حكومة هي مسيطرة على الوضع وستحسن الأمور، يعني هذا كثير. ولكن حتى الآن في مجالات التكنولوجية، في مجال كثير من المجالات، رأينا تركيا أحسن من أوروبا. نعم، ما في مجال الصحة على سبيل المثال، في مجال الصحة رأينا في أزمة الكورونا كل الاتحاد الأوروبي فشل يعني. وتركيا الحمد لله أرسلت دعم لفرنسا والإسبانيا والبريطانيا ولكل دول. تركيا أرسلت ل 135 دولة أرسلت مساعدات، يعني طبيعي. هذه تركيا. تركيا الحمد لله بهذه الطريقة. ولكن وفي مجال الدفاع، الصناعة الدفاع، تركيا مثلا أثبتت بكثير من التطورات. الآن كانت تستند إلى الخارج 85%، الآن لا تستند إلى 15% أو 20%، والبقية 80% الآن تكفي لنفسها، لأن هي تطور كل أسلحتها وتصدر، بدأت تصدر تركيا. يعني هذا طبعا تخيف شوية، تقلق بعض الدول الذين كانوا يريدوا أن يروا تركيا ضعيفة، غير قابل للتحرك وغير قابل لجمع بعض الدول الأخرى لمحور جديد. الآن تركيا أصبحت مركز لمحور جديد، يعني نعم، يعني أصبحت بغير. ما هو عنوان هذا المحور دكتور؟ يعني محاور، ليس محور. نعم، فقط يعني محور في أفريقيا، محور في بين الأتراك. أنت ترى القمة الدول الأتراك
الذي عقدت قبل خمس أسبوعين. وهذه القمة ليست قمة بسيطة يعني القمة هناك أصلاً عالم تركي موازي للعالم العربي وهو في قدراته وعدده كبير جداً. أنا لا أقول يعني الأتراك مو يعني لا لا مفهوم يعني بحكي تركي يعني أنا صحيح. أريد أن أضيف عليها يعني عالم الدول الأتراك ليس منافس للدول العرب. نحن نرى كلاهما تكامل كلاهما متكامل يعني الدول العرب والدول الأتراك يعني لابد أن يكونوا موحدين في نهاية المطاف، لكن أول هم يتفقوا وهم العرب يتفقوا وبعد يتفقان العالم العربي وعالم وهذا يتفق مع العالم الهند الباكستان والبنغلاديش والهند بالذات يعني والإندونيسيا والماليزيا والأفريقيا وكل المسلمين إن شاء الله يكون واحدة أمة واحدة ويكون منهم محور جديد محور عالمي عشان لا تكون كما أردوغان دائما يكرر الكلام العالم أكبر من خمسة ولكن الآن لا يوجد ولا دولة ولا دولة عربية ولا دولة إسلامية ولا دولة تركية التي تأخذ حظها ودورها في 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 الأمم المتحدة في مجلس الأمن بشكل عادل ولكن هم يقرروا كل شيء هم يجعلوا أوطاننا وبلادنا كساحة لحروبهم لحروبهم وكالة نيابة تعقد في بلادنا هم لا يحاربوا بعضهم بعض في بلادهم يختاروا ساحتنا في الحروب. أشكرك دكتور أشكرك دكتور ياسين أقطاي نائب رئيس حزب العدالة والتنمية سابقا والأكاديمي التركي المعروف والنائب البرلماني السابق شكرا لك سعدنا بحضورك معنا وفي هذا النقاش الجميل شكرا لكم على حسن المتابعة زان المشاهدين في هذه الحلقة أو في هذا اللقاء الخاص تذكروا دائما إن ينصركم الله فلا غالب لكم السلام عليكم ورحمة الله شكرا جزيلا دكتور